الشجر قد يعود للحكومة، وهذه هي الوزارة التي من المتوقع أن يسيرها. كشفت مصادر إعلامية حقيقة ما تم ترويجه عن فك الارتباط بين الاتحاد الاشتراكي وتحالف أحزاب المعارضة. وأضافت جريدة الأسبوع في ركن سري، رغم أن التفكك غير حاصل بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب الاتحاد الاشتراكي داخل البرلمان بخلاف القيادة الحزبية، إلى أن الترويج لفك الارتباط يؤشر على طموح إدريس الشجر للعودة إلى الحكومة. وإذا حصل ذلك فلن يكون بعيدا عن وزارة العدل التي تم اقتراحه لحمل حقيبتها في التشكيلة الأولى لحكومة عزيز خنوش، غير أن الاتحاد خرج من الأغلبية آخر لحظة قبل الإعلان عنها.